يقول: هل من نصيحة للذين يخصصون ليلة الإسراء والمعراج بالعبادة؟ وما حكم عمرة الرجبية؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم الأربعة، منها أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، فليس له مزية إلا أنه من الأشهر الحرم الذي يحرم فيها القتال فقط. أما أنه يخص بعبادة دون غيره من الأشهر هذا بدعة، لأنه لم يرد في تخصيصه شيء، وليس له مزية على غيره من الشهور، لا بصلاة ولا بصدقة ولا بصيام ولا غير ذلك، هو كسائر الشهور. والإسراء والمعراج لم يثبت أنه في رجب، ولو ثبت أنه في رجب لا نحدث شيئا ولا نحتفل بليلة اللي يزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل، ولا خلفاؤه الراشدون ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، ما كانوا يحتفلون في رجب بالإسراء والمعراج، هذا كله من البدع المحدثة. قد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.